انطلاقا من اليوم يخوض 1558 مترشحا الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، والتي تمتد على 13 يوما وتختتم بإجراء الانتخابات يوم الرابع من فبراير القادم. جاء ذلك بعد مصادقة مجلس هيئة الانتخابات على النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات المحلية، وإقرار تعديلات جزئية في 3 دوائر محلية في ولايتي سيدي بوزيد وتونس. تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم الأحد 21 جانفي 2024 على الساعة 0، وتنتهي يوم الجمعة 2 فيفري 2024 على الساعة منتصف الليل. توافق فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يوم السبت 3 فيفري 2024 ابتداء من الساعة 0، وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المحلية المعنية. كما بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية سيكون في أجل أقصى يوم 7 فبراير القادم. انتخابات ستشمل 254 مجلسا محلي، وذلك بعد تركيز 25 مجلسا خلال الدور الأول من الانتخابات. وبالتالي فإن عدد الدور الانتخابية المعنية بالدورة الثانية هو 779 دائرة انتخابية. عدد المترشحين المعنيين بالدورة الثانية 1558 مترشح، منهم 160 من الإناث و 1398 من الذكور. بالنسبة للناخبين المعنيين بالتصويت للدورة الثانية يوم 4 فيفري 2024، 4,181,871 ناخب، منهم 51% من الإناث و 49% من الذكور. عدد مراكز الاقتراع للدورة الثانية 2037 مركز، وعدد مكاتب الاقتراع 3,675. من جهتها بينت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروجي أن الهيئة تواصل خطتها الاتصالية وعملها التشاركي مع الإعلام العمومي لتحفيز المواطنين المعنيين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، إلى جانب الإعلام الخاص ومنظمات المجتمع المدني. شريكنا الأساسي هو الإعلام العمومي، التلفزة التونسية، الإذاعة الوطنية بكافة الفروع يعني الجهوية الكل، التاب، وكالة تونس إفريقيا للأنباء، هذوما الشريك الأساسي وقايمين معانا بدور ومجهود كبير. ومازلنا يعني في الدورة الثانية باش نعملوا خطة، عملنا اجتماع معاهم كيف كيف التعريف بالمناطق بالدوائر الانتخابية، انتظار المواطنين. فما لقاءات زادة باش تصير يعني تسجيل مع المترشحين للدورة الثانية باش تتعدى الومضات على التلفزة التونسية، على الإذاعات، بدات ديجا الإذاعات. فما البطاقة التعريف تاع دائرة انتخابية تاع معتمدية هذيك بدات في الإذاعات. الإعلام زاد الخاص راهو معني. هذا وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها جاهزة لوجستيا لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي بالقيام بالانتدابات اللازمة، سواء تعلق الأمر بمراقبة الحملة الانتخابية أو أعوان يوم الاقتراع.